دونك كما كيقولوا قرر صافي خرج الشتا غادي نفزقوا غادي نفزقوا مزيان مي غادي نكملوا حتى للدار. صراحه بين الاشياء المهمه اللي كنت باغي نقول لكم عليها وان شاء الله غادي نديروا دي فيديو غنديروا حلقات في التصوير وان شاء الله اي مواضيع انتم مهتمين بها بامكانكم انكم تحطوها في الكامل وغادي نهضروا عليها. اذا عندكم اي تساؤل او اي موضوع سواء في التصوير سواء في المونتاج سواء في الاهداف سواء مثلا في اي حاجه ان شاء الله بامكاننا غادي نشتغلوا عليها وعلاش لا انا ندير شي توتوريال ولا شي مواضيع انا تكون مهمه انا كتفيدكم. قطعت واحد اللحظة شوية الصراحة صعيبة. ان شاء الله كما قلت لكم اي موضوع انتم مهتمين به واي نوت تكلموا الناس مهتمين كنتم مهتمين بالتصوير مهتمين بالمونتاج مهتمين بالمواضيع مهمة كما بغات تكون. المهم تكون عندها واحد الاهداف ما بغيناش نديروا اي واحد مواضيع ما عندهاش شي رسالة فخليكم معنا ان شاء الله. وي بحال السؤال واحد السؤال تسألت هو ان الانسان خاصة نهضروا على الموضوع ديال السعادة وان الانسان كيبقى سعيد. كاين واحد المقولة مهمة وات بينيفيت يو بينيفيت مي وات بينيفيت مي بينيفيت يو يعني الحاجة اللي هي مثلا انك تستفيد منها انت غادي تفيدني انا والعكس صحيح. مثلا بزاف خاصة نهضروا على وسائل التواصل الاجتماعي ولا وسائل السوشيال ميديا مي كتكون ان مثلا انت لقيتي صاحبك انه خدم شي بلاصه مهمه ولا وصل شي مركز مهم ولا كيدير شي بوست مزيان يعني وانك تجيك واحد الغيره منه ما خصكش غير من الصديق ديالك ولا من صاحبك ولا سواء صاحبتك كما كان يعني ك الا هضرنا على العكس يعني هما الفتاة ولا كما كيقول لك صديقنا الفشاياش يعني على المدة من هنا واحد المدة بعيدة الى شي صاحبك انه وصل لواحد البلاصة مع المدة سواء طوال الزمان ولا قصار غتستافد. كيفاش تستافد؟ لان ما تعرفش الدنيا والزمان كي كيجي غيجي واحد الوقت ممكن غادي يقول له مثلا راه كاين واحد صاحبي انه كيدير واحد الحاجة مثلا انه عنده سواء نقولوا في واحد المجال معين انه كيفهم في هذاك المجال فبامكانه يدخلك معاه انه يعطيه يقول له مثلا او ما تعرفش مثلا انك كتجيبها المناسبه كيهضروا عليك علاش وعندي واحد الصديق انه ولا واحد الصديقه انها كتفهم في هذا المجال وانها كدير داك العمل كتقوم به بطريقه رائعه فانت غادي تحاول تستافد منه. هذه هي ديك الصداقه ان ما تكونش من داك الناس اللي كيغيروا مثلا الا شي صاحبك وصل لشي بلاصه كتحاول انك تحقد عليه ولا كتكرهه وتقول علاش لا انا كندير احسن منه في هذه المساله هذه وكنت انا وكتلقى مثلا انه ممكن انه كيهانك عاوتاني ولا كيمشي مع ناس اللي هما ممكن سواء كانوا مشاهير او ناس اللي هما كيوصلوا واحد المراتب عليا غير كان خلي داك الحب ديالك ليهم لان ما تعرفش الدنيا والزمان شنو كتجيب. غنرجع لنفس النقطة هي وات بينيفيت يو بينيفيت مي والعكس هي كذلك صحيح اللي كتستافد منه نستافد منه انا كذلك والعكس صحيح كما قلنا لان دائما ما تعرفش الدنيا والزمان شنو كتجيب. دائما خليك واحد الشخص اللي كيشجع الاصدقاء ديالو وداك الشخص اللي هو كيفرح الافراح ديالهم والشخص اللي دائما كيكون مع صاحبه ماشي الشخص اللي كيحقد عليهم. اما اذا كنتي العكس من الاشخاص اللي هما كيحقدوا على الاصدقاء ديالهم وكتولي ان عندك واحد الضغينه علاش انهم وصلوا واحد المرتبه وانت ما وصلتي لهاش فبدل انه مثلا غتجي الفرصه ويقول مثلا داك الصديق ديالي راه كيفهم في واحد المجال شافك انك واحد الشخص اللي هو حقود واحد الشخص اللي هو ما كيبغيش الخير الناس واحد اخرين صدقني انه مثلا واخا غادي تجي الفرصه راك ما غاديش تستافد منها. دائما خليك انك صاحب صاحبه والناس اللي كتفرح لهم ودائما دائما كون من الاشخاص اللي هو كيساند وكيشجع هذه نقطه غادي تخليك دائما هي سر من مفاتيح السعاده. فانا كنصحكم دائما انك تحاول تساند صاحبك ماشي تكون انك انت العكس ديالو. النقطه المهمه هي كذلك حاول دائما انت تحيط نفسك بالاشخاص اللي هما الايجابيين والاشخاص اللي هما كيحبوا الخير والاشخاص اللي هما عندهم واحد دائما عندهم واحد الغيره عليك ماشي اشخاص لانه فقط انهم كتغلبهم المصالح لان داك الاشخاص كيذوبوا الصراحه مع الوقت لانه ماشي اشخاص اللي هما كما كنقول واحد الاشخاص اللي هما عندهم واحد الحب الحقيقي ليك وانما حب فقط كيذوب مع الزمان. الرجال تعرف المواقف وهذه هي دائما حاول ان تكون انت هو داك الرمز ديال الاشخاص اللي هما الايجابيين. فاذا نخليكم حلقه قادمه ان شاء الله. إذا كان أي شيء سؤال ولا شيء موضوع بغيتوا نناقشوه خليه لي في التعليق ونهضروا عليه إن شاء الله ومع السلامة.